أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، يسلط الضوء على نجاح سياسات الجمهورية الجديدة في التشغيل والتنمية في الهبوط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها، وذلك على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بفرص العمل في دول العالم. وأبرز التقرير التغير الإيجابي في النظرة الدولية لمعدل البطالة ومستويات التشغيل، حيث توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7% بحلول سنة 2023-2024. ومن جانبها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن مصر تمكنت من الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية في إطار توليد فوائد كبيرة ومستدامة للمجتمع من خلال انخفاض معدلات البطالة، بعد أن كانت ترى سابقا أن مصر تحتاج للتحدي من معدل البطالة الذي وصل إلى 12.6% عام 2016.